طبعا المشاركة اليوم ديالي في هاد الندوة اللي نظمتها جمعية بسمة بمنطقة سيدي معروف عين الشق بالدار البيضاء، كتجي في إطار مناقشة المشاركة السياسية والتمثيلية للنساء على مستوى هاد الجماعة، وكذلك النقاش على المستوى العام والمشاركة النساء على المستوى الوطني. طبعا بعض الملاحظات ثارت حول هاد المشاركة، ولكن شخصيا كنقول بأن قياس مستوى نمو أي مجتمع كيبقى رهين بمعرفة أو إدماج المرأة في تنمية هذا المجتمع على المستوى العام والخاص، وتعزيز قدرات النساء باش يمكن لهم يساهموا. حنا كنشوفوا تجربة ديال المغرب، يعني المسار التاريخي ديال التجربة، واحد التحول التسعينات سنوات 2000 2011 الدستور اللي كرس المناصفة في الفصل 19، ولكن كاين يعني واحد البطء في مسار يعني تفعيل هذا المقتضى الدستوري اليوم اللي كيتكلم على الثلث فوق المناصفة من أجل المشاركة السياسية فاعلة للنساء داخل المؤسسات التمثيلية محليا جهويا وطنيا. الإشكال كذلك والأساسي اليوم ليس فقط في المشاركة السياسية للنساء في المشاركة التمثيلية على المستوى الوطني والجهوي المحلي، ولكن كاين إشكال حقيقي ديال تمكين النساء وتعزيز قدراتهم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي باش يمكن لهم يساهموا على المستوى السياسي، لأننا كنعرفوا أن نصف ساكنة المغرب هم نساء، ولكن إلا بقينا محصورين في مقتضى ديال الكوتا في هذه التجربة وما حاولناش نطوروا مجموعة ديال المقتضيات وخاصة إدماج النساء اجتماعيا واقتصاديا ما كننجحوش في هذه المبادرة اللي كتبقى محصورة وكتبقى هي مقتضيات قانونية معزولة. كذلك الواقع ديال أحزابنا وكيفاش يعني كتعامل مع هذا الهدف السامي اللي هو المساواة بين النساء والرجال، كيفاش اليوم كذلك المجتمع المدني واش باقي مواصل بنفس الحماس بنفس الجرأة بنفس الشجاعة اللي كان باش غيرنا مدونة الأسرة. يعني اليوم كيتطلب واحد الوقفة لا من الفاعل السياسي ولا المدني من أجل أننا نوصلوا يعني تغيير هذا الوضع، يعني على الأقل نوصلوا لتحقيق المقتضى الدستوري ديال الفصل 19 اللي كي ينص على الثلث في أفق المناصفة. في إطار برنامج بسمة لدعم المشاركة السياسية للنساء بمنطقة عين الشق، كينضم اليوم المكتب التنفيذي للجمعية ندوة تحت عنوان واقع المشاركة السياسية للنساء بعملة مقاطعة عين الشق، الإكراهات والحصيلة والسياسية. وهذا خلال هذه الندوة تم عرض الحصيلة ديال سميتو التشخيص التشاركي اللي تلقاته جمعية بسمة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالجمعية. تم فرز مجموعة ديال المعطيات اللي كانت نتيجة ديال مجموعة ديال الاستمارات، اللي الحمد لله الآن وصلنا لواحد تقريبا 76 استمارة، ومازال الاستمارة مفتوحة وفي السيت بالنسبة لهذا، ودعوة بالنسبة للفاعلات المدنية والجمعويات باش يشاركوا لهذه الاستمارة. اليوم كانت هذه الندوة اللي شملت واحد النقاش حول المرأة والمشاركة السياسية وشنو خاص المجتمع المدني انه يقدم وانه يساهم. ومن خلال الندوه كان عرض ديال مجموعه ديال الفاعلات السياسيه بالمنطقه، ممثلات اللي برزوا اللي اكتسبوا واحد المكانه سياسيه وبينوا على واحد وعرضوا واحد التجربه ديالهم، واكدوا بان التجربه راه ما كانتش سهله وانه خداو مجموعه ديال المراحل باش وصلوا لواحد النتيجه. وهذا المشروع راه مازال مستمر وفيه تقريبا مده ديال 6 أشهر اللي غادي يكون فيها مازال مجموعه ديال الدورات التكوينيه اللي غادي تعرف مجموعه ديال الفاعلات المدنيات والسياسيات. ايضا غتكون فيها دورات تكوينيه بالنسبه للمستشارات الحاليات في المجال السياسي والتمثيليه، وكيفاش ممكن ان ننجحوا ونرفعوا من النسبه ديال تمثيليه النساء في المنطقه والمشاركه ديالهم ميدانيا وحزبيا. وشكرا.